وعشان حبك يفضل مكلبش دايما في قلبه، حسسيه دايما من وقت للتاني ان ده بيعكسك، ده بيغزلك، يوم يحس دايما بقيمتك ويلبس تحت رجليك. تصور يا حبيبي، العمال اللي جابوا العفش النهارده كان معاهم مهندس ديكور، بيقولوا انه بيكسب كتير قوي، يمكن 500 جنيه في الشهر. ربنا سهل لعبيده، هتقعد تقضي على العالم. ومن ساعه ما شافني تصور قعد يبص لي ويقول لي يا بخت احمد بيه، يا حظ احمد بيه، ما عندكيش اختي يا نوال هانم اتجوزها واديها مالي وعمري كله. وازاي تسيبي راجل غريبه خطط معاكي بالطريقه دي؟ اعمل ايه اذا كنت حلوه والناس معجبه بيا؟ ثم ان الراجل ما قالش غير كلام ظريف. المفروض انا بس اللي اقول لك الكلام ده يا ست هانم. طب ما هو انت يا حبيبي بقالك يومين من ساعه ما سكننا في الشقه دي ما بتقولش حاجه. الشقه دي مخليه فيها نفس عشان اقول اللي مدلل ده. دي ولاعه يا حبيبي. مدلله ليه كده؟ زي بطله فيلم قتلت زوجي. قتلت زوجي؟ اه. يطلع ايه قتلت زوجي ده؟ مش فاكر، ده الفيلم الاجنبي اللي شفناه مع بعض واحنا مخطوبين. كمان هنقلد بتوع السينما؟ اكيد ماما. افرد دول ودول ولا تبينش ده على الوعك ان انا من فضلك. طيب يا ماما تعالي. على ما مش عارف تدوم ده. اتفضلي استريحي. ايه اللي بتعمله ده يا حبيبي؟ هي كانت بتلعب ماتش بوكس؟ السلالم بتاعتك انيل من 60 بوكس، صح يا حماتي؟ ايوه. اسمعي يا بنتي، انا مش هقدر اجيبكوا هنا تاني ابدا، انا مش بايعه عمري. بعد الشر عليك يا ماما. ويعني انا اللي بايعه؟ الله، ما في كده ليه؟ احنا مش هنتعشى هنا. لا، احنا هنتعشى بره. ولا ما احنا هنتعشى بره، مش كنت استناكوا تحت؟ لازمتوا ايه اطلع لكم لحد فوق؟ لا، ما هو بره يا حماتي بتاع نوال هانم لازم تطلعي له فوق الاول اللي هو هنا، بعد ما تطلعي هنا اللي هو فوق الاول لازم تطلعي فوق تاني، بعد ما تطلعي فوق تاني يا حماتي هتلاقي فوق سور، تمشي من على السور زي بتوع السر، وبعد كده تنزلي، بعد ما تنزلي اذا كتبت لك ولنا النجاة نروح كلنا نطين جوه. الله، مالك يا احمد؟ انت عيان؟ ولا عيان ولا حاجة، حضرتك بتسأليني وانا بوصف. اصل انا معزومين كلنا عند الاستاذ عبد السلام. عبد السلام مين يا احمد؟ اساليها هي يا حماتي، لان ده موضوع يتبع الاداره الداخليه والعلاقات العامه. انا هنا مسؤول عن وزاره الماليه، وطبعا ما صحش الوزارات تتداخل في امر بعضيها. انتوا يا اولاد تتكلموا بالالغاز كده ليه؟ يلا بينا نبتدي الرحله وبعدين هتعرفي كل حاجه. سترك سترك من الفضائح، سترك. يلا بينا. راح فين يا حماد؟ هنخرج؟ ايوه، ما احنا هنخرج، بس مش هنخرج من هنا. امال من ايه؟ هنخرج من هنا. من هنا؟ لا، انا مش فاهمه حاجه ابدا. يلا يلا بس يا ماما. هتعملوا ايه بس؟ فهموني، اعملوا معروف. شوفي صوتك يا ماما. اوطي صوتي ليه واحنا بنسرق؟ اصل احنا مش عايزين حد يعرف ان هو فوق. تحت، فوق تحت يعني. الله، هو مين بس اللي فوق ومتحت ده؟ عبد السلام انت مجهول. مش معقول، انا مش ممكن اخلع ده ابدا. من الهاتف الداعي؟ احنا يا استاذ عبد السلام. اهلا 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 اهلا، يا الف اهلا ومليون سهلا بعرايتنا الحلوين. اهلا اهلا بيك. ما شاء الله ما شاء الله. احمد جوزي. منور يا احمد بيه. سودية هانم ماما. مش ممكن، صدقيني بشرفي لولا ثقتي في كلامك لقلت انها اختك، ولولا خايف انك تزعلي لقلت انها اختك الصغيره كمان. ميرسي قوي يا استاذ عبد السلام. يا هانم
لا شكر على كلمة الحق. وصدقيني لولا خجلي وكسوفي لقلت أضعاف اللي قلته. آه يا منافق يا ابن ال... تفضل. القصر نور والله. قول ايه لو سمحت؟ القصر ما هو مش مهم انك تكون عايش في بدروم او في عشه او فوق سطوح، المهم انك تكون راضي وسعيد بحياتك، وانا شخصيا بعتبر البدروم ده قصر. راي حضرتك فيه فلسفه كلها قناعه ورضا، مش موجوده عند ناس كتير. النبي مش عايزين ترقيح لو سمحت. ايه الطنوحة دي كلها؟ الله، دي عليها توقيعك يا استاذ عبد السلام. اللوحة دي يا فندم اسمها انهم يأكلون البنجر على السلالم. اصلا فنان متواضع. برافو، تعرف اول ما شفتك قلبي كان حاسس انك فنان عظيم مش انسان عادي. ارجوك يا نوال هانم، احسن بحس بالخجل من اي سناء او اطراء. حتى شوفي لون جلدي اتغير ازاي. يا عم تلاقيه متغير من الروماتيزم اللي في البدرون. ظريف قوي يا احمد بيه، انما ايه رايك في لوحاتي؟ هو الحقيقه استاذ عبد السلام يعني فيها تقلي فيها حاجه. دي بقى يا استاذ عبد السلام حضرتك راسمها بمقشر ولا فرشه بلاط وخالد معجون؟ احمد ايه ده؟ مش هقول رايي بصراحه ولا ابدا بخش النار يعني. ده اسم حديثي حديد، كل واحد يبص له ويتخيل معناه. وايه راي معاليكي؟ في الحقيقه يا استاذ عبد السلام انا ملياش في الرسم، انما يعني واضح انها كلها حاجات جميله. حلوه دي. حلوه الولاعه دي قوي. اسمحي لي اولع. ولع. لو سمحت بقى يا استاذ عبد السلام، اللوحه دي عشان دي قلقاني من اول ما دخلت الحقيقه. دي سيادتك كنت بترسم ايه بالظبط؟ مقلب زباله؟ لا يا استاذ احمد، دي صوره الانسان المعاصر وصراعه مع الايام. عايز اقول فيها ان الزمن لا يمكن يؤثر على شباب الانسان اذا كان عنده اراده. يا سلام يا سلام. طب ده معقول؟ يعني هجيب واحد عنده 50 سنة زي واحد عنده 30 سنة؟ ممكن جدا، المهم انه يعرف ازاي يعيش عمره. انا مثلا ضارب الدنيا 90 برطوسة، بس اهم حاجة عندي ان انام بالليل مرتاح، واي مشكلة تقابلني بريك ارميها ورا قفاي. ورا قفاي؟ ده على كده بقى قفا حضرتك مليان بلاوي. تعرف اللي سيادتك قلته ده ينفع موضوع للوحة عظيمة جميلة؟ الله، راجل واقف وورا قفاه بلاوي الزمن. عارفة يا هانم بطل اللوحة ده يبقى مين؟ الراجل اللي واقف طبعا. البطل الحقيقي للوحة هو القفا. ده احنا ليلتنا فلالي. هنزلكوا راجع على طول. هو راح فين؟ تلاقيه راح يدور على قفا عشان يرسمه. مش كده يا حبيبي، خف على الراجل شويه. انا قلت حاجه؟ يعني نوال بتقصد ان حكايه القفا دي ما كانش يصح انها تتقال. لو انا جبت حاجه من عندي مش هو اللي دخل موضوع القفا من عنده. اتفضلوا. ايه ده؟ خمره؟ لا، خمره ايه؟ ده مشروب ياباني انا بعمله بنفسي وسميته سوزوكي. يا عم لا سوزوكي ولا داسو، احنا ما بنشربش خمر. ده مجرد مشروب منعش. بقول لك ايه؟ عايز تجيب حاجه ساعه؟ هات. مش عايز يا عم متشكني. ادو انا الياباني ده. ايه ده؟ هتشربي سوزوكي؟ وفيها ايه يا حبيبي؟ الواحد لازم يجرب كل حاجه. الله، ده لذيذ قوي يا حماده، جرب كده. أنا لا 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 يكفي كده اهو. ايه رأيك يا حبيبي؟ لذيذ مش كده؟ ايه ده؟ ايه ده يا استاذ عبد السلام؟ ورنيش في الأول بس كده، انما بعدين بتبقى
اتفضلي يا هانم. لا خليني انا الكزوزه. الكزوزه والعشاء هناخدهم في احسن مطعم في البلد. انا حجزت فيه لنادي لاحلى عروسه والاجمل والارق حما في مصر كلها. مطعم ده ايه؟ هو احنا مش هنتعشى هنا في القصر ده ولا ايه؟ وده معقول برضه. يعني لسه هنطلع السلالم دي تاني وبعد كده ننزل؟ وبعدين معاك يا حبيبي، خليك رياضي مار. اسمحي يا هانم تجبري بخاطري وتاخدي شفطه واحده من السوزوكي بتاعي. انا قلت لحضرتك خليني للكازوزه. شفطه واحده يا هانم هتخليكي ما تحسيش بالسلالم لا في الطالع ولا في النازل. ان كان كده اخد شفطتين ثلاثه. لا في سلام ايه، وحشتنا قوي قوي. ان شاء الله بشوفك. انا عبد السلام بيت ربيت حضرتك هي. ميرسي مدام. اتفضل. نص عمري قضيته هنا، اما النص الثاني بقى فقضيته هنا. ممكن اولع لو سمحت. هو مش حضرتك متجوز برضه ولا انت ايه حكايتك بالظبط؟ فهمني يعني. كنت متجوز واتوفت من 15 سنه. ورفضت كل الستات اللي تقدموا لي اللي جم يخطبوني. ومن يوميها وانا عايش على ذكرى ايامها الحلوه الجميله. ونعم الوفاء يا استاذ عبد السلام. ميرسي يا هاني. ماما كمان ما رضيتش تتجوز من يوم ما بابا توفى وانا صغيره، وعاشت علشان العمر ده كله. ونعم الوفاء يا هانم. ميرسي. بس انا مش موافقه على كده، خصوصا بعد ما اتجوزت وهي فضلت لوحدها. وبعدين معاكي يا نوال مش وقته. الاستاذ عبد السلام ما بقاش غريب علينا. غريب؟ غريب ده ايه؟ انا بقيت من العيله خلاص. هو انت بقيت من العيله وبس؟ انت بقيت العيلة كلها. ممكن اولع؟ انت ايه حكايتك بالظبط؟ انت كل شويه هتقعد تولع لي سجاره وتطفيها؟ هي كان السبيل؟ بصراحه بقى دي حركه مش هي. اصل في واحد صاحبي في وزاره الصحه قال لي يا عبد السلام يا اخويا الوزاره تحذرك من اضرار التدخين. لاني من وقتها اولع السيجاره ولا شدش. تشد ما تشدش دي صحتك وانت حر فيها، انما تجيب لك علبه كبريت تحطها فيها. كبريت ايه يا احمد بيه؟ الجار من الجار. اسمحيلي اولع. الله الله على الميوزك. انتوا مش ناويين ترقصوا ولا ايه؟ لا احنا بنرقص واحنا قاعدين. اسمحي لي بالرقص. انا متاسف يا استاذ عبد السلام، انا ما بعرفش ارقص. ارقص انا. هلا هلا بينا. ابا We'll be right back.
لا 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 هيتاكل كده على طول كراحه. اهي دي بقى مزيكا هاديه. بس انا اصلي ماليش في ال ارجوكي اجبري بخاطر راجل وحيد زي حالاتي خليني احس اني لسه عايش. بس يعني قومي بقى يا ماما. المرة الجاية هتقص معايا أنا بقى. شايف حلوين ازاي؟ مش معقولة أنا حاسس إن بين إيديا غزال حلو جميل بيت مخضر على أرض خضرة لونها بلون الجنة. أرجوك يا أستاذ عبد السلام أحسن أنا ما سمحتش الكلام ده من أيام المرحوم جوزي. وأنا وحياتك يا هانم وحياتك من أيام المرحومة مراتي ما قلتوش. أكيد مراتك كانت سعيدة معاك لأنك إنسان لطيف. وأكيد المرحوم جوزك كان سعيد معاكي لأنك ست عظيمة. هما نازلين دش مع بعض بيقولوا إيه؟ إيه رأيك؟ نقوم نرقص وندش زيهم. معرفش، ما تعودش على الرقص من صغري. يا خسارة، وأنا اللي كنت فاكرة بعد الجواز هرقص وأتنطط وأخرج زي ما أنا عايزة. في حما جوزي الحق أمك يا نوال. إيه في إيه؟ السوزوكي اشتغل. الراجل جنن البيت وامها. يا اخوانا يا اخوانا اللي بتعملوه ده غلط. يا راجل يا راجل فرفش واضحك، هات ايدك وتعالى ارقص معانا. هات، انا محامي محترم واعرف القانون. اللي بتعملوه ده مخالف للانضباط يا سيد يا محترم. دي حديقه عامه، والحديقه العامه معموله عشان الناس تتبسط. اسمعوا كمان يا حماس يا عمت على عماهم. انت مكشر ومبوز ليه؟ اضحك للدنيا خلي الدنيا تضحك لك. امال انت متجوز ليه يا اخي؟ انا شخصيا متجوز علشان استقر في حياتي واخلف لي عيالين يا سيدي ينفعوني لما اكبر. وانا شخصيا متجوزه عشان ارقص واغني وافرح مش عشان اشيل هم. فرحانه قوي بالبتاع اللي انت نفسها. ايه لا ولاها اللي انت نفسها دي؟ وما تقوليش لا قبل الجواز انك انت بتلبسي ولا عاد. وبعدين معاكوا يا ولاد، هو ده وقته؟ غني يا استاذ عبد السلام غني. وانا كنت بغني بقول ايه؟ ليله جميله يا مخلاها فاتت وعمري ما هنساها. خليها تفوت ولا يهمك، انا حاسس ان كل ليالينا هتبقى سعيده بالشكل ده. ليله جميله يا مخلاها. يا عم يا عم بطل غنى وخلينا نروح الست ونروح انا كمان. الدنيا بردت. تاكسي هناك اهو. يلا بينا تاكسي. استاذ احمد نصيحه مني. يا عم اطلع من نفوخي بقى. اطلع من نفوخك ازاي وانا ايه اللي دخل لي نفوخك عشان اطلع منه؟ لا انا اسف، انا قصدي يعني اطلع من البتاع دي عشان بيقفلوا البتاع بعد الساعه ما بكون بعد البتاع على طول. لك حق، الوقت متاخر، ناجل الكلام اللي بعدين.
انا مش قادر افهم انت متضايق ليه. انا مش متضايق. امال تعبان وبتنهج ليه؟ بنهج. هي السلالم دي شويه سلالم. امال عبد السلام افندي ما بينهجش ليه؟ عبد السلام افندي متربي على السمن البلدي. ايام ما كان الرطل بقى شساخ وال500 بيضه ببلاش، العماره كانت ب 6 جنيه. انا بقى متربي على السمن الهولندي والنباتي. انا لو كنت اعرف ان انا هتجوز اسكن في شقه زي دي كنت وصيت امي تهتم بيا من صغري، لكن اعمل ايه؟ القدر عايز كده بقى. معلش يا حبيبي، بكره اجيب لك شويه فيتامينات. مش عايز زفت. امال عايز ايه؟ انا. طب يلا ننام. كل واحد ينام في حاله، واضح؟ ايوه، اعمل لي فيها عيان بقى. ايه ده؟ ده؟ ودول كمان؟ انهي واحد فيهم كويس؟ كلهم كويسين. خلاص، هاتهم كلهم. حضرتك ساكنة هنا؟ ايوه. برضه ساكنة هنا؟ غريبة، ما شفتيش قبل كده. أصلنا سكان جداد، يا دوب بقالنا كام يوم، واخدين الشقة اللي فوق خالص. يا الله يكون في عونك. بيقولوا صاحب البيت هيشغل الاسانسير قريب. بقاله سنين بيقول الكلام ده. والسكان ما بيشتكوش؟ كل واحد مشغول وبيتكل على التاني. هي دي مشكلتنا، لكن انا جوزي محامي، هخليه يرفع قضية. صحيح محامي؟ محامي قد الدنيا، كل المحاكم بتعمل له حساب. يمكن احتاجه قريب في قضية. تحت امرك في اي وقت وبدون اتعاب. ميرسي. وده معقول؟ طبعا، احنا جيران والجار للجار. طب اتفضلي خدي معايا فنجان شاي. معلش، خليها وقت تاني. على الاقل تستريحي من السلم، ولا عشان ما بتحبيش تختلطي بجيرانك. وده معقولة؟ حد برضه يستغنى عن جيرانه؟ الله، ده انتي. مظبوط. هو حضرتك بترقصي؟ مش شغلتي. الله، الرقص فني جميل، بس في ناس كتير بتظلمه بتصرفاتها. ما دام انتي مقتنعة انك صح وماشية صح ولا يهم. اتفضلي. وبتشتغلي فين؟ في الهيلتون. تعرفي ان جسمك حلو ينفع في الرقص؟ انا؟ مش معقول، ده انا معرفش اعمل ولا حركة من اللي انتوا بتعملوها. يا ستي كله بالتمرين. بتتكلمي جد؟ يوم ما تنوي خليها عليا انا، اشغلك ومرنك في اسبوع. صباح الخير. صباح النور. انا جارتك ساكنه هنا في العماره. اهلا وسهلا. انا مكسوفه من حضرتك جدا، وخصوصا دي اول مره نتعرف على بعض فيها. لا ابدا، دي فرصه سعيده قوي. اصل البوتاجاز بتاعي خلص، وكلمت المخزن 100 مرة قالوا ما عندناش أنابيب، ولطفي جوزي عامل عزومة لناس أصحابه، قلت أجي أطبخ على البوتاجاز بتاعك هنا. أهلا وسهلا، براحتك. السام يا ريت. انزلي من النادي يا ستي. طب انزلي جري هاتي السام. هو انا فيا حل السلم يا ستي. الاقي عند حضرتك معلقه سمنه. جبت البصل والثوم يا بنت؟ نسيت والنبي يا ست. طب انزلي جري هات البصل والثوم. انا تعبت قوي بقى يا ست. اخ منك. بقول لحضرتك ايه؟ ايوه. بلاقيش عندك شويه بصل وثوم؟ حاضر. يا دي الكسوف، كده من اول مره اخد من حضرتك البصل والثوم. بسيط، ما حصلش حاجه. وانا متجامله وزي السكر. جبتي يا بنت اللحمه؟ يا دي الحوزه، ده انا نسيت اقول لك ان ثلاجتنا فاضيه، والنهارده الاثنين مفيش لحمه. انا عندي هنا كيلو ونص تحت امرك. يا دي الكسوف، كده اول مره واخد منك اللحمه.
لكن وحياتك اول ما يفتح الجزار ده انا ردهم لك. انا حتى ما بحبش السلف، ما بحبوش، ما بطقوش، ما بستلطفوش. لا معلش، جت سليمة مغلبني والناس وحضرتك عايز شقة المكان. أنا مش عايز شقة، أنا ساكن في الدور الأخراني. للمفتوح بالظبط. أهلا وسهلا، منور. شكرا. في بتاع خلي بالك منهم شوية لأنهم الظاهر عليهم تشكيل. إيه يا واد أنت وهو؟ سيب الموز، سيب الموز. انت بتاكل الموز بقشره؟ سيب الموز. طب ادوني موزتين، واحده ليا واحده لمراتي. موزتين؟ طب موزه واحده فرقع مراتي. هات موزه. ايه يا واد موزه؟ ايه ده؟ موزه كانت وجع بطنكم. يلا انا مش هاكل نفسهم فيه. دماغ